أحسن الله إليكم. هذا الأخ أسعد يقول: فضيلة الشيخ، حتى الإسلام على الكسب طيب، ولكن أريد منكم أن تحدثونا عن الآثار المترتبة على الكسب الحرام على الفرد والمجتمع. الكسب الحرام والعياذ بالله يغذي الجسم تغذية خبيثة ويربي الإنسان على الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الذي يطيل السفر أشحث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يدعو الله ويلح، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام واستعماله وأخذ الحرام يمنع قبول الدعاء ويسد باب الإجابة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فأكل الحرام خطير وله آثار سيئة على سلوك الإنسان وعلى تعامله مع الناس، ويصبح مبغضا في المجتمع المسلم، منفرا منه، إلى غير ذلك من الأضرار السيئة المترتبة على أكل الحرام. ولو لم يكن من أضراره إلا أنه يمنع قبول الإجابة، قبول الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يكتفي بالحلال عن الحرام، ويقنع بما أحل الله وفيه الخير وفيه البركة، ويترك ما حرم الله فإنه لا خير فيه، وهو ضرر عليه وحمل ثقيل على ظهره يوم القيامة. نعم.